القضية أخي ديال الجنيد الإجباري فهمتي شحال واحد تبغي شحال واحد ما يبغيش فهمتي البلان هي بهذا بحال هذا الشباب هذا صافي بحال تقول كنبغى العسكر وكان راه مشى ليه فهمتي راه ما عارفش عارف البلاصة فين يمشي ليه والجنيد الإجباري أخي أنا ما معاهش صراحة شنو واخا أنا راه تنقرا وأنا بوحدي في الدار زعما راه ما مشيش ليه هي فهمتي بحال تقول تيرغموا عليك فشي حاجة في هاد البلاد هادي فهمتي وأنت راه عارف هاد البلاد وأنتوما راه عارفين أش كاين بلا ما نزيد نطول عليكم المهم أنا ما معاهش انا متفق مع التجنيد الاجباري ولكن هادو اللي يوافقوا على التجنيد الاجباري خاص اولادهم يكونوا في هذا التجنيد هذا ماشي اولاد الشعب لان كنلاحظ انا اولاد الشعب هما اللي محكوم عليهم بهذا التجنيد الاجباري كيخليني مع التجنيد الاجباري كنحمد الله وكنشكره اللي انايا عندي 27 سنه معفي من هذا التجنيد الاجباري واخا انا كنت زعما ملزوم عليا في هذا التجنيد الاجباري من واخا نعرف نهرب من البلاد انا ماشي مع هذا التجنيد هذا كاع بتاتا البلاد ما صورت منا والو ما عطياني والو انا ما يمكنش شي غنكافع على شي حاجه ما كنستافد منها والو التجنيد الاجباري هو كمرحله زوينه بالنسبه لان تحيات واحد القضيه كانت قديمه تحيات دابا ولات جديده الحمد لله وهي في صالحه الشباب اللي شفناه الحارف ومشى للطريق يعني الطريق الخايبه كما كنقولوا يعني هو كمزيان للشباب اللي حاليا كيكون يعني الهدف ديالو هو السجن يعني بالنسبه للاخطاء ديالو اللي كثار السجن يمكن مرحله غادي قد تكون هذه تصلحهم ولما لا غادي تعطيه واحد الدفعه باش يفكر انه يقلب على المستقبل ديالو بزاف ديال الحوايج هذا القانون اللي داروا سيدنا الله ينصرو مزيان باش بنادم يتكل على راسو فهمتي يحاول يمشي يخدم يدير شي حاجه لراسو مابقاش متكل على والديه ولا هادي يشغل راسو ويعرف اللقمه ديال العيش منين تجي فهمتي ماشي بنادم ينوض حتى لشمن واخت ولقى راسو كلشي موجود كلشي موفر ليه ولا والدي خاصين ما عندهمش مخصوصين وتيجيبوا ليه شي حاجه بزاز وهادي ويتعبوا عليها هو ما داير حتى شي حاجه في راسو فهمتي ما جايب الدنيا اخبار تيقول هانيه هاد العام الاخر ولكن الوقت تدوز بنادم يفكر الشباب ديالو وقيت الرجوله وجاي الشيخوخه بزاف حوايج هذا واجب وطني لاي شخص ولما لا لهاد الشباب يعني باش نحدوا من الانحراف ديالهم وحتى الاخلاق ديالهم تولي مزيانه لان كاع الشباب اللي دخلوا كما كنقولوا حنا للتجنيد يعني للتجنيد فانهم ولاو رجال كما كنقولوا بهذا المفهوم هذا ونتمناوا ان هذا الاصلاح يشمل جميع الميادين ولما لا هاد الايام الاخيره وهاد السنوات الاخيره الشباب انحرفوا واحد الدرجه اللي ما تصورش على البال كاع داروا هذا القانون بحال غادي بالنسبه للانسان لما خدام ما ردام وغي جالس علاش ما يمشي يدخل يتجند نعم سيدي وراه عندهم انصاليغ اللي تحكم انصاليغ ليهم اللي هو في المستوى مزيان وبطبيعه الحال يقدر الانسان يعجبو هذا الميدان ويستمر ويحسن له ما غادي يبقى جالس في الزنقه ما كاين ما يدار ما لا دراسه لا خدمه لا صنعه لا والو ومزيان بحال هكا وحتى بالنسبه الا كان انا كنتمنى باش هذا القانون يطبق حتى للناس اللي ديجا دوزوا مثلا الحبس وهاد المسائل هادي حتى هما يدخلوا يتجنوا مزيانه الانسان غادي يعاود حياته من جديد ان شاء الله وكنتمنى التوفيق للجميع ولهاد البلاد السعيده والله ينصر سيدنا